phenomenal community KLO Rongway DJMG Peace Beat Production fansdashrap.com. لله العزة وللإسلام ومن بعدنا ذلة، والعزة لا ترد له بصوت سيف وسلة. وانا في صغري واشوف الإسلام صوت ناصر، كني كافر بأيام القيامة مختم على راسي، وهذا كله سبب جبن الأمة وكفرها والتساهل في الدين وقتل الشريعة هو طمرها. ولما الأمة ما ترجح الإسلام والكفر في حجر يرميني، بأخذ سلاحي والجهد من أجل نصرة ديني. ديني ولا تعاطف مع الغلط والتغيير في نصة، العضو الخاطئ يعتلي المنصة لقصة. قولوا متطرف قولوا ارهابي، لكن إلى نصرة الإسلام وانتو جبنه، لو كنتم مسلمين فأصعب أضعف نيمان. نسيتوا الباري الخالق واتبعتوا فجر الغرب، كيف كمؤمن ما تريوني هطبق الذبح والصلب. وانتو كثرة أصبحتوا أخوة مطيعة للغرب في ليلة، كيف بتحمل عزكو تشايف عزة الإسلام ذليلة. ثاني فاهم بموت ليش تقتلني وتراني لساتني شاب ابغى اعيش، تارك اهلي واقرب ناسي لسه مستني الجواب، ملفوف بكفن خانقني والقاتل اول يا دلالة مكان لك من اسلامي هنجري بي، وامثالي ضيق للاسلام يعتني. غصبت الامه بالذل فيا ايتها النفس الطاهرة ارجع، لجل النصر ضحيت عند ربها يشهد. الله يا دنيا اتربط لساني بغصة، مذبوح بقهري بثبتك وبعتلي المنصة، تستسقي المطر خطوة يتيم اختفي الاثر، شوف كيف بالقبر ينسى البشر وبالجثة المطر. يا ريتني كافر وقتلني فيك مسبب اصبر، لكن كيف تقتل مكبر وتردد الله اكبر. ريتك تنزلي يبكونك وانت متكتف، وعيالك يطلبونك وتشوف زوجتك تستضعف، والدنيا بعينك تصغر وتشوف عيالك ذليلة، يتيمة اتمنى ترجع حتى تحضنهم لليلة. انا مثلي مثلك فرق لي طينك طيني، بحرقة قلبي كيف تقتلني نصرة لديني، وبشاهد قبري كاتب الله حذف لي هالتكبيرة، واكتب لي مسلم انقتل بعد ثبت تكفيره، واحكي له لابني هذا ابوك وامتلك اسبابي، وقتها قل له ما هو كافر لا انا الارهابي. اموت ماني فاهم بموت ليش تقتلني وتراني لساتني شاب ابغى اعيش، تارك اهلي واقرب ناسي لسه مستني الجواب، ملفوف بكفن خانقني والقاتل هو الارهاب. انا ملبي بتلبي من وربك ربي، راجع قرانك بتشاركني في سلمي وحربي، لسه مسيد اشوفه بعزته متبدد، وين زمن الرسول لحتى ينصره متشدد، وصلنا لندلس ومثالك بالورق بتهدد، يحرم لي الحلك واللي يحلك لك وجه متعدد، كيف تبني جيل اسلامي ثابت بطفل متشرد، مرتد عن ديني تخسر والله بمنعك متردد. طفل مشرد اليوم افضل من امه ممحية، اصبح اسلامكم مثل الغرف حلول الدبلوماسية، والكفر اصبح بعيونكم المسلم الطالق اللحية، واحكام الشريعة ابشع الاعمال الوحشية. الله اكبر في كفركم زدتوا معصية، وفي صلاتكم تدعوا تخلصوا منا وتكثروا الادعية، وتبقى منزلة الشهيد عند ربكم سامية، وتبقى دولة الاسلام باقية. اموت ماني فاهم بموت ليش تقتلني وتراني لساتني شاب ابغى اعيش، تارك اهلي واقرب ناسي لسه مستني الجواب، ملفوف بكفن خانقني والقاتل هو الارهاب. Phenomenal community.